على الرجيم كله. كنافه بالمانجا. عندنا بقى الكنافه بالمانجا اول حاجه عندنا دي حاجات رمضان. دي كنافه حاطين عليها شويه. انا عايزه اقول لك على سر. اتفضلي. ان انا ضايعه في الكنافه. ليه؟ عمري في حياتي ما عملت صينيه كنافه وطلعت حلوه. بتفك. بعد والله ببقى عامله كل حاجه وعجنتها بالسمنه وكببتها في الصينيه وعملت كل ده وبحطها في الفرن واجي اطلعها واقلبها بفرفط وتفك. هقول لك تعملي ايه؟ حطي بس شويه سكر بودره مع يعني بعد ما تعمليها بالسمنه شويه سكر بودره. هيخليها تمسك في بعضها. تقليش سر. انا هجرب بقى. طيب قولي لي. تمام. مقاديرنا النهارده دي كنافه حاطين عليها شويه سمنه بس ومفردينها كده وحطيناها في صينيه في الفرن لغايه ما اتحمرت وخدت اللون الجميل ده معانا. عندي هنا كوبايه من الكريم شانتيه البودر ودي كوبايه من الكريمه اللباني البودر. تمام. ونص كوبايه من السكر. تمام. تمام. ومعانا هنا كوبايه لبن تكون ساقعه. محتاجه تلف فيها بحاجه. نضربهم بالمضرب بقى. الفيشه. الفيشه خلعت. الفيشه خلعت. تمام. مش شغاله؟ بيفصل. هنا الكريم شانتيه مع الكريمه اللباني بيدي طعم حلو جدا جدا للكريمه. انا مركزه. انا مركزه جدا معاك عشان دي حاجه انا بحبها جدا. ممكن ادوق؟ طبعا. اتفضلي. تمام. هو سكرها هتلاقيه قليل شويه. صح. علشان دلع. سكرها قليل شويه علشان ايه؟ احنا هنحط لسه عسل وهنحط حاجات فما يبقاش. إيه هنحط عسل؟ ايه عسل؟ شربات يعني. شربات. الشربات بتاعنا. السيرب بتاع ال سيرب. ايه اسمه؟ شربات. ايوه صح. هو كده. هو ده. وسكر وعلى النار وليمون. ايوه. وخلاص. على فكره ده من اهم تجهيزات رمضان يا جماعه. الشربات احنا هنتكلم دلوقتي عن تجهيزات رمضان دي مهمه جدا. تمام. هنجيب بقى عندي هنقدمها النهارده في الكوبايات. انت هترصيها كوبايات كده. هناخد الاول طبقه من الكنافه. حلوه الفكره دي. لان الكنافه بالمانجا من الحاجات اللي اكلها شويه فيه صعوبه. صعوبه على مين؟ لا في التقديم مش في الاكل. أوكي. التقديم. تمام. وعندي هنا بقى ده الشربات اهو. شويه شربات شويه كده. تمام. أيوة. وادي المانجا. سلام. وانت ممكن تعمليها بقى باي حاجه تانية صح؟ طبعا. ممكن على فكره تتعمل بالبلح بتبقى حلوه قوي. بالنوتيلا. سوري الشوكولاته. ممكن ايه تاني؟ فراوله. تمام. هناخد طبق بقى من الكريمه. ايوه. اوكي. ودي نحطها في الثلاجه بقى لغايه ميعاد التقديم مش كده؟ طب ناخد رشه على التليفون. الو الو رشا. رشا قطعت. كلمينا تاني يا رشا. وطبقه اخيره من الكنافه. بالظبط كده. الكوبايه دي بتاعتي برضو على فكره. تمام. هنحط برضو شويه عسل كده. تاني فوق الوش. تمام. يا نهار ابيض. وعندنا بقى فستق هنا. نقدر نحط بقى شويه على الوش كده. وهي تبقى شكلها لطيف كده بين الطبقات. بتعملي حاجات سهله وبسيطه جدا. صح. ودي احنا عايزين. انا مش عارفه. انا الحاجه دي لو حاولت اعملها في البيت هتطلع حاجه تانية خالص. على لا لا انا لا مش هاكل دلوقتي عشان انا مؤدبه. هستنى دوري. هنعمل واحده كمان. ايوه اعملها انا. طيب يلا. واو. اتفضلي. هنحط الكنافه وبعديها ايه؟ الكريمه. لا بعديها الشربات. الشربات من اولها بغلط. وادي الشربات. حطي كده معلقتين علشان هي ما فيهاش سكر بقى خالص. تمام. حط شويه كمان. انا بحب الحاجه مسكره. طب يلا. وعندنا هنا المانجا.
اوكي زي الفل. معلش معلش هننضف الكوبايه بعد نحط الكريم. انا عايزه اوري للناس عملي عملي ان الحاجه لما بتعملها الشيف وما بيعملوها ستات البيوت. انا ست بيت عاديه جدا دي اهو. هو المفروض في الوصفات والكلام ده تبسيط المعلومه، كل ما المعلومه اتبسطت كل ما وصلت بسهوله. وعلى فكره الحمد لله الحمد لله، يعني من كلام الناس معايا وكده حسيت ان الحمد لله علشان الوصفات سهله وبسيطه والمقادير مظبوطه، الحاجه بتطلع معاهم جميله جدا ومبسوطين خالص من النتيجه. تمام كده زي الفل زي الفل. والله انا يجي مني تاخديني مساعد شيف معاكي. طيب حبيبه قلبي. نزل بس ننضفها بقى عشان انا طبعا لحوست الدنيا. وده هو الفرق. اي مشكله هننضف بقى كده.